يا بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم في حوار مع صديقي الحائر 75. النهارده بنراجع مع بعض مجموعه من الاسئله، او بنستكشف مع بعض مجموعه من الاسئله اللي ليها علاقه بشكل كبير جدا باللي اتكلمنا عليه في الفتره اللي فاتت، سواء الايات اللي بتتكلم على بغيا ان ينزل الله من فضله على شيء من عباده، أو الآية اللي بتتكلم على الاستفتاح اللي كانوا اليهود بيستفتحون به على الذين كفروا. فالصديقي سألني سؤال، قال لي طيب هو اليهود كان إرادتهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ده المحفز ليهم بشكل كبير على أن هم يقاتلوا به العرب، لو صح التعبير، على اعتبار ان اليهود في الوقت دول كانوا مسافرين من فلسطين ومسافرين من مصر، والبلاد اللي فيها كان نسبة يهود كبيرة، سافروا ويعني تمركزوا في المدينة لان هم كانوا شايفين ان ده وقت نبي، وكان في كتابهم ان النبي وقته سيكون مكانه، اسف، سيكون مكانه في ارض العرب. فسافر مجموعة كبيرة جدا من اليهود ينتظرون النبي، وهم عارفين انه به يستطيع ان هم يقاتلوا به العرب والعجم. دي الفكرة اللي جات لهم على انه اللي هيسود في الوقت ده هو الاسلام الفترة دي، او النبي الجديد، يعني مش الاسلام بالمعنى الحرفي، سيسود النبي الجديد. وهم يحبوا طول عمرهم كده، يحبوا ايه يعني، يلعبوا زي ما بيقولوا بالورقة الكسبانة. طول عمرهم اليهود دايما بتلاقيهم مراكز قوة في العالم، زي ما احنا شايفين دلوقتي، فبيدوروا على مراكز القوة، وكانت دي فكرة موجودة. كويس، قلنا احنا الكلام ده. وبعدين كانوا لما يحبوا، يعني لانهم كانوا في ارض غير ارضهم بطبيعة الحال، فكان لما كان يحب يعني يتكلموا بطريقة فيها تعالي شوية على الأوس والخزرج اللي هم أصل أهل المدينة، فكانوا يقولوا لهم على السر ده، إن إحنا جايين الأرض ده لأن ده زمن نبي، وإحنا لو اتبعناه لقتلناكم به قتل عاد وغيره. فده شجع، هذا ما قلت أنا في الفترة اللي فاتت في الحلقات اللي قبل كده، فده شجع أهل المدينة اللي صاروا بعد ذلك الصحابة، اللي صاروا بعد كده الأنصار، شجعهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فسؤال صديقي، وهو سؤال يعني منطقي كويس جدا، يبقى اذا الانصار كان نفس النيه، ان هي مبيته يعني ان هم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى فيه يعني قوه فيقتلوا اليهود، فهل دي كانت النيه؟ فالحقيقه خلينا يعني نسترجع التاريخ في هذه القصه. اليهود كانوا شكل، يعني زي ما القران قال في اول سوره البقره، كانوا شكل من اشعال التريجر او الشعله اللي كانت سبب في ان اهل المدينه يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكونوا محبين ليه ويستقبلوه، وتبقى دي الشراره اللي ابتدى منها الاسلام. واتقالت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. يعني كانت صحيح، اليهود كانوا ليهم عامل كبير في ده، وهي عامله زي الايه اللي بتقول كمثل الحمار يحمل اسفارا، زي اللي كده الحمار اللي معاه كتب، الناس كلها بتستفيد لكن الحمار نفسه ما بيستفيدش. هي مش سبة للحمار، لكن سبة الذي يلعب دور الحمار، يعني يبقى معاه الكتاب ومعاه الهدى ومعاه ويديه للناس، وهو نفسه بعيد كل البعد عن الكلام اللي هو بيقوله او الكلام اللي هو معاه او دفر. طيب ايه بقى اللي حصل يعني يخلي اجابة السؤال ده اكثر يعني عدلا ومنطقية؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان اليهود بيقولوا كده، ان النبي ده يعني سيسود ويسود العرب والعجم وهكذا، فعمل، ويمكن ده اجابة على ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمل باعة العقبة الاولى وبعدين باعة العقبة الثانية. باعة العقبة الاولى كانت عبارة عن ايه؟ قابل مجموعة من شباب اهل المدينة، طبعا كان اسمها يثرب زي ما قلت لكم، فكانوا اغلبهم من طائفه واحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، عايز ايه؟ عايز يبقى في من الطائفتين. فجاله السنه اللي بعدها
عدد من الأوس والخزرج، لأن زي ما قلت لكم هو مش رايح يفرق، وده الفرق بين يهود وبين طبيعة هذا الدين الإسلامي، إنه 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 بيجمع ما بيفرقش، وإنه المفروض كلنا نفهم ده يا ولاد، لأن ساعات يبقى كل فكرتك في الدنيا إنك تطلع غيرك غلطان، وإنك تقعد تكتب أخبار على الناس وأخوك وإنت عمالة تفرق وعمالة تشتم وعمالة تتكلم بطريقة وحشة وعمالة تتهم حد في دينه أو تتهم حد في وطنيته أو تتهم حد في أخلاقه وتفر، مع إنه البغضاء هي الحالقة، وإصلاح ذات البين عدوها العلماء كده من 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 كبار من أكابر أغراض هذا الدين، لا تقل يعني شأنا عن الصلاة والصيام، إصلاح ذات البين والنفسات ذات البين عدوه من الكبائر. فالفكرة هنا خلينا بس عشان نجاوب على السؤال ما مركزين، فقولوا بعد كده وبعدين قولوا في الآخر إيه، لا قولوا عدد كبير جدا، في أوس وفي خزرج وفي نساء، يعني كان في امرأتين، وتم هذا الـ 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 البيعة اللي تسميت بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب طلبات وهم طلبوا طلبات. خلينا نشوف بس طلباتهم ايه وردودهم ايه عشان تفهم الفرق بين يهود وبين الأوسي والخزرج او اللي صاروا بعد كده الصحابة. المسألة مسألة قلوب، المسألة مسألة قلوب. فقالوا اسأل لنفسك ولربك، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قول انت عايز ايه لنفسك ولدينك لرسالتك، يعني مش لان هما لسه مش مؤمنين، لسه هيدخلوا في الايمان في حظيرة الايمان خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم واطفالكم، المطلوب مني منكم الحماية الشديدة، ان محدش يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأتباعه، لا حد يتعرض، وينكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم على نفسه وعلى الأمة اللي هتبقى موجودة من المهاجرين خلاص. طيب قالوا خلاص، قالوا بدأ يكلمه وده يقول يعني ده احنا كده هنعادي اليهود وهنعادي العجم ففكروا، وبعدين قالوا طيب وما لنا، خد بالك بقى ان اليهود كانوا عايزين ايه، السيادة، عايزين الأرض إلى الآن، عايزين إن هم يعتدوا على الأراضي و و و و ويبقوا من ال... انت عارفين شعار إسرائيل من ال... من ال... من ال... من النيل الفرات، اللي هو كنت دايما أقول كده إن إسرائيل بتعمل رسم الحلم على العلم، انت مختلف أيهم أو هم يعني فجرة في 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 عداوتهم، لكن التخطيط بتاعهم لا بيخططوا بطريقة مظبوطة، تأثيرهم في الأطفال وأطفالهم تأثير كبير. فحلمهم إيه؟ خطين زرق و و و و ونجمة داود اللي هو ملك سيدنا داود. فعايزين ايه يعني، انت لما تقولي برضو هم قالوا عشان بس نعمل مقارنة، هم اليهود عايزين ايه، عايزين من النيل الى الفرات وملك داود وهيكل سليمان، عشان بس تفهم القضية الفلسطينية يعني تبقى فاهم القصة ازاي، هم بس مش عايزين، انت بس متخيل هم عايزين فلسطين بس لا 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 هم مش بفكروا كده، بس هم عايزين ايه، ياخدوا الموضوع كده بالتدريج واجيال وراء اجيال تجيب، هم فكرهم كده. فهم اتباعهم لما كانوا يعني عايزين محمد صلى الله عليه وسلم كان ده نفس التفكير، نمتلك به الأرض ونور ويرجع ويعود به ملك سليمان، مش ننشر الرحمة، مش يسود السلام، لا خلص الكلام ده كلام شعارات بيتقال بس كويس. فكان طلب الأنصار، انت كانك بتخرم، مش بس السؤال ده سؤال قد ايه، طبعا سؤال يمكن الغرض منه انه يفهم، وممكن الغرض منه انه يكون يعني مش عاجبه الكلام وتفر، لكن في العلاقة هنا كأنها بيقارن بين المسلم وغيره، المفروض انت تكون على أخلاق أجدادك من الأنصار. فالأنصار قالوا
وما لنا، يعني هتدينا ايه؟ قال لكم الجنة، وسكت. قال لكم الايه؟ لكم الجنة وسكت. فقالوا لا نقيل ولا نستقيل. قالوا لا نقيل ولا نستقيل، يعني ايه؟ يعني لا احنا هنمشي ونسيبك ولا انت تمشي وتسيبنا. ولذلك تفهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وده كأنه الطلب الثاني، يعني ليه عاش في المدينة من سنة 53 سنة لغاية ما مات صلى الله عليه وسلم، وليه دفن في المدينة مع انه كان يدفن في مكة، خلاص؟ لكن عشان ده لا نقيل ولا نستقيل، دي عشان كلمة كده لا نقيل ولا نستقيل، يبقى هم قالوا لا ما تسيبناش. ولذلك لما 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 وتفهم قد ايه هم قد ايه جامدين، يعني لما فتحت مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدي بقى أبو سفيان ويدي مش عارف مين ابن الوليد، الناس اللي هم كانوا من أهل قريش اللي هم كانوا عتاولة الكفر في ذلك الوقت. فقال واحد من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه؟ يعني تفهم بقى إن النفوس برضو، فكر نفسك دايما بأجدادك الأنصار وفكر نفسك باللي النبي صلى الله عليه وسلم يفكرهم بيه. فجي واحد من الأنصار وقال له إيه؟ قال له يا رسول الله إن قومي يقولون وجد أهله. ما هو الناس بتختبر في الحكاية دي لأنه بيدي أهله ومش بيدينا. فقال وماذا تقول أنت؟ طب وأنت بتقول إيه؟ قال أقول مثل قومي، أنا من قومي بقول نفس الكلام، وجد أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار تاني. تعال أفكركم بس، ودي فكرة القرآن يا أولاد، لما تحافظ على قراءة القرآن تفتكر انت عايز من الدنيا دي، لانك انت كل ما تمشي في الشارع وتشوف عربيات وتشوف بيوت وتشوف معرفش ايه، الدنيا بتتلخبطك، في فعلا كشافات وفي نور وفي، فتلاقي نفسك ايه ده انت كنت عايز ايه، فانت مش عارف، مش مركز، مفيش كونسنتريشن، مفيش فوكسنج زي ما هما بيقولوا، فجمعهم كده. فقال لهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن ما يعطي لأقاربه هو لتأليف قلوبهم، لأن دول حديث عهد بإسلام. هذه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ وقال كده لعاعة من الدنيا، كلام فاضي من الدنيا. هذا يعود، اسمع بقى، هذا سيعود إلى قومه وإلى بيته بالشاة والبعير. صح، ما لكم تعودون أنتم برسول الله؟ ايه رأيكم ترجعوا انتوا برسول الله؟ فقالوا راضين. بدأ يفكرهم بقى لا نقيل ولا نستقيل، انتوا مش واخدين بالكم؟ فقالوا راضينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الفرق، السؤال ده اللي هو مش عارف غرضه ايه، لكن السؤال ده جميل برضو وحلو وبيحطك في الفرق، انا عايز دنيا وعايز قوة وعايز جبروت وعايز عذاب للآخرين وعايز استفتاح وعايز ارض زي ما انتوا شايفين، ارض واتساع وقتل لغيري، وان غيري ده ما يسواش حاجة، وداني لا انا عايز ايه؟ الجنة، وشيء مهم، وعايز من الدنيا رسول الله. يا فعلا على الرحمة، انك تبقى عايز من الدنيا شخص رسول الله، طبعا، جسد رسول الله، طبعا، افعال رسول الله، طبعا، علم رسول الله، طبعا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عايز اكتر من كده. ولذلك ما تستغربش بقى لما تمشي في الايات النهارده كده، كمل كده الايات دي، وبيقول له وهم بيقولوا بقى، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، قالوا ايه؟ قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ وأنتوا لو جدعان تقتلوا الأنبياء الله؟ اتقوا الله في 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 في, في الأنبياء، في الرحمات اللي نزلت على الأرض. فمفهوم مهم جدا جدا، وسؤال مش وحش إنك تقارن بين الحالين، بين حال الأنصار وحال اليهود، بين حال أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وحال أتباع موسى عليه السلام، إيفن اليهود اللي كانوا موجودين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفهم أنت عايز إيه من الدنيا دي.
ده ملخص الكلام، ملخص هذا السؤال. حاجتين، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانك تخش الجنة. المسلم ده هدفه في الحياة، ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معاه، وده يجيب ده. طب وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يعني؟ معلش رسول الله يعني إيه يعني إيه يعني إيه؟ لا خد أهي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تتخيله كده وبيشوف عاصي، وانت بتشوف عاصي، تخيله هو بيعلق على حد أخطأ، وانت كل يوم تعلق وتعمل لي فيها بطل، وانا يعني وانا بتكلم معاك وتعمل لي فيها بطل بقى وشجاع، وانت وراء الكيبورد بس يعني وراء الشاشة، والطالب من حاجة يعني. خد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ايه تحل به العقد. خلي بالكم صلى الله عليه وسلم ده الصلاة عليه تحل به العقد ويشفى به المرض. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله نكمل مع سؤال جديد وحوار مع صديقي الحائر.